السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامج أخبار في دقائق. راكم تشوفوا هذه الصورة الخلفية، هي بحيرة أقلميم بتيكجدا ولاية البويرة. اليوم غادي نتكلم لكم على أمر يبدو أن هذا النظام راه يعيش حالة من التخبط وحالة من عدم توصله إلى كيفية معالجة المشاكل على المستوى الداخلي. مجلس وزراء الداخلية العرب، راكم تشوفوا هنا اللوغو نتاعه، تلقى مؤخرا إنابات من طرف السلطات القضائية الجزائرية وبخصوص أعداء في حركة الماك الانفصالية. أنا موقفي واضح من حركة الماك الانفصالية، أنا ضد انفصال منطقة القبيل لأنني مؤمن بالوحدة الوطنية، لكن هذا النظام يحاول يلصق تهمة الإرهاب بهذه المنظمة التي تمارس نشاطها بشكل قانوني فوق الأراضي الفرنسية، واللي ما شفناش من النظام أنه مشى مثلاً قطع العلاقات مع فرنسا على خطر رها هذه المنظمات تمارس نشاطها بشكل قانوني في فرنسا وفي بلدان أخرى مثل مثلاً كندا أو بعض البلدان الأوروبية. مجلس الوزراء الداخلي العرب، إدارة الأمانة العامة، إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، توصل بهذه الإنابات القضائية. راكم تشوفوا، نبدأ مع إنابة الأولى وهي طلب توقيف مؤقت موجه باسم فرحات مهني رئيس حركة الماك، وراكم تشوفوا هنا الصورة هذه بتاريخ 25 أكتوبر 2021، وما جاء فيه: بناء على طلب السلطات المختصة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يرجى إرجاء أو إجراء البحث عن المدعو فرحات أمزيان مهني جزائري الجنسية والمدرجة بياناته في أدناه، وعند العثور عليه توقيفه وإعلامنا والجهة الطالبة ليصار إلى استرداده أصوليا وفقا للطرق القانونية. أنا المعلومات رغم حاطين في بيانات القضية وملخص القضية. بيانات القضية حسب ما ورد في هذه الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة إدارة الملاحقة والبيانات بمجلس وزراء الداخلية العرب: الجرم المسند إليه تأسيس وقيادة تنظيم إرهابي والقيام بأعمال تخريبية ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والاعتداء على ممتلكاتهم مع تورطه في جناية القتل العمد. ووضعت هنا إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية ملخص القضية: المذكور أعلاه أي فرحات مهني، وهو مؤسس وقائد للتنظيم الإرهابي المعروف باسم الماك، يعني هنا مجلس يعني الأمانة العامة تبع مجلس وزراء الداخلية العرب داروا ملخص استنادا لما للوثائق التي سأنشرها لاحقا، متهم بإصداء تعليمات وتوجيهات لعناصره ونشطاء التنظيم للقيام بأعمال تخريبية هدفها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من الانعدام الأمن والاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر من خلال افتعال حرائق في العديد من القرى تبعتها أعمال عنف أدت إلى إزهاق روح المسمى جمال بن إسماعيل بطريقة وحشية والتنكيل بجثته، وكاد الاعتداء على القوى العمومية وغلق الطرق بالمتاريس بهدف إعاقة تدخل قوة الدعم. السند القانوني صدر بحقه أمر قبض دولي بتاريخ 29 أوت 2021 عن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مجلس قضاء الجزائر مرفق ربطا نسخة منه. هنا راكم غادي تشوفوا الأمر بالقبض الدولي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في حق رئيس حركة الماك فرحات مهني. راح كاين هنا البيانات بالعنوان نتاعه بكل ما كل المستندات، وهذا صدر بتاريخ 29 أوت 2021. هذا هو الأمر بالقبض الدولي في حق فرحات مهني.
يعني عليه استند طلب التوقيف الذي أعدته إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. كاين فرحات مهني ومعاه شخصين آخرين راكم تشوفوا هنا. الشخص الثاني اللي هو مراد أزغو إتيم، نفس الـ لأنه عنصر في تنظيم الماك، يعني نفس تقريبا التهم. راكم تشوفوا هنا الأمر بالقبض الدولي الصادر في حق مراد إتيم، مراد إتيم المتواجد في كندا، في كندا على ما يبدو. هذه هي الصورة نتاعه. و الشخص الثالث هو بالعباسي، إبراهيم علي محمد بالعباسي، وهو المعروف باسم أكسل، نفس طلب التوقيف من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب يوم 25 أكتوبر 2021 كما راكم تشوفوا هنا يا. هذا طلب التوقيف ومرفق بأمر بالقبض الدولي صادر عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة. هاد الإنابات أو هاد الطلبات التي أرسلت لمجلس وزراء الداخلية العرب تفسيرها واحد، وهو أن إدارة الأنتربول ما تفاعلتش مع المذكرات التي أرسلها النظام، فالنظام هنا لجأ إلى مصالح جامعة الدول العربية أو مجلس وزراء الداخلية العرب باش تعمم نشرية على دول الأعضاء الموجودة المنتمية إلى جامعة الدول العربية، باش في حالة تواجد أي من فرحات مهني أو مراد إتيم أو بالعباسي أكسل في أي دولة عربية سيتم إيقافهم بناء على هذا الطلب التي أرسله مجلس وزراء الداخلية العرب لكل لوزارات الداخلية في البلدان العربية. كما قلت لكم النظام يمكن أنه فقد الأمل في إدارة الأنتربول، لأن إدارة الأنتربول مشي روح وتنفذ المذكرة التوقيف الدولية التي يرسلها. هؤلاء نشطاء سياسيون ينشطوا في إطار سياسي يعارضوا النظام، يطالبوا بالانفصال. هذا فكر، هما راهم كما يقولوا فكر سياسي عنده كما يقولوا بعد يمكن كما يقولوا الواحد يتحاور سياسيا مع هاد الأشخاص باش ما تتطورش فكرة الانفصال في منطقة القبائل. وأي مشكلة سياسية إذا تم معالجتها سياسيا نلقاو لها الحل، لكن النظام يظن أنه بهذه سياسة الترهيب التي يمارسها وهذه الإنابات يمكن أنه يقضي على فكرة اللي هو راه يدير لها لابيبليسيتي وراه يخليها تزيد تكبر وتتوسع في منطقة القبائل. ولو أنه يعني من قبل وكان مشي الممارسات نتاع هذا النظام والسياسة الخاطئة، هذا الفكر ما يتطورش وما يتنماش، وأي مشكلة عندها حل، والحل باين وواضح بالنسبة لبلادنا. إحنا ونا بيزوان دان إيطا ديسنتراليزي، إدارة على مركزية تخلي الناس باش تمارس الحكم على المستوى المحلي بشكل أكثر استقلالية على السلطة المركزية، وهكذا تتنمى بلادنا. وهذا يتطلب لغة الحوار والهدوء وعدم تبني سياسة الترهيب التي لم أعطت حتى أكل في أي بلد. يعني عمر ما كان الترهيب والقمع وإلصاق التهم المجانية في جبين الأشخاص يحل ولا يخلي الناس يعني تخاف. لا، رانا في زمن ماهوش زمن تاع الستينات ولا السبعينات، والشعوب تتطور والوعي السياسي يتطور لدى الشعوب مع مرور الزمن. الانتربول رفضت طلب نتاع السلطات على ما يبدو، وكما رفضت السلطات الفرنسية التفاعل مع أمور القبض التي أو قائمة المناضلين
النشطاء السياسيين الجزائريين اللي رسلتها السلطات الجزائرية إلى فرنسا باش تسلمهم، لأنهم هؤلاء كلهم يمارسوا نشاط سياسي نضالي في واحد الإطار باسيفيك. و التهمة، هذه التهمة اللي راها تلفقها النظام بهؤلاء، ما قنعتش إدارة الأنتربول ولا الدول الأوروبية. اللهم إذا استثنينا إسبانيا، كانت حالة خاصة وين تم تسليم محمد عبد الله في إطار اتفاقية بين وزارتي الداخلية وليس القضاء الإسباني، لأنه كان الأمر على مستوى القضاء الإسباني. محمد عبد الله ما كانوش غادي يسلموه، لكن كما وقع هذاك الود اللي كان واقع بين اسبانيول والجزائر النظام خلال هذه الأشهر الماضية بخصوص الامتيازات اللي طلبوا لهم، راكم شفتوا في قضية من بطوش تم نقله وجاءوا عاودوا رجعوه، يعني في تنسيق تام بين مدريد والعاصمة الجزائر. لكن لما تعلق الأمر بالمعارض وناشط سياسي محمد عبد الله، تم تسليمه في بشكل سريع في خرق للقانون الخاص بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق اللاجئ. راكم شفتوا في هاد في هاد في هاد في هاد الإنابات اللي أرسلتهم البرلمان العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، كيفاش بدأ هذا النظام كما يقولوا ينهج أسلوب كما يقولوا يضايق الخناق حول المعارضين، حول الناس اللي يحبوا التغيير السياسي. ولو أن كما فرحات مهني ولا بالعباسي أكسال ولا إيتي مراد، راهم عندهم واحد الفكر باش يطالبوا بالانفصال. هذا الانفصال اللي غذاه هذا النظام بالأساس وهو المسؤول عليه، لأن كان من المفروض أنه منطقة القبائل وباقي مناطق الوطن يتم التعامل بالرفق وباللين وبالسياسة، مش بالترهيب وبالقمع. وأصلا يحب يدعم الانفصال، هذه نتيجة يمشي يدعم حركة انفصالية ضد البلد الجار. شوف النتيجة وين رانا، احنا راح تتنامى الحركة الانفصالية ببلادنا بسياسة، بسبب سياسته العوجة كما نقولوا احنا يعني. إذا هذا هو الجديد، يعني مجلس وزراء العرب تلقى طلب من طرف النظام بخصوص توقيف 3 أشخاص ينتمون إلى حركة المافيا الانفصالية، يعني مراد إتيم ولا فرحات مهني ولا بالعباسي عكسال، تواجدهم في أي بلد عربي يشكل عليهم خطر وقد يتم تسليمهم إلى النظام الحاكم في الجزائر. أكتفي بهذا القدر، ولا تنسوا هاشتاغ طرد بوليساريو من الاتحاد الإفريقي. أضرب لكم موعدا إن شاء الله في حلقة مقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.